حيث احتفل معهد الدراسات المصرفية بتخرج متدربي المعهد. وبهذه المناسبة قال رئيس المعهد الدكتور يعقوب الرفاعي إن البرنامج التدريبي يهدف إلى توظيف وتدريب الكوادر بما يؤهلهم للعمل في القطاع المالي والمصرفي للمساهمة في دعم الاقتصاد وعجلة التنمية. نتابع ومن ثم لنا عودة. تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أقيم حفل التخرج السنوي لمتدربي معهد الدراسات المصرفية الذي تجاوز عددهم 200 مشارك. احنا سعيدين هذه الأمسية بأن نخرج دفعة كبيرة من خريجين البرامج المهمة والرئيسية، شهادات الاحترافية والشهادات المهنية، بالتعاون مع وبدعم كبير من البنك المركزي والبنوك الكويتية. اليوم احنا نخرج تقريبا 270 متخرج من هذه الدورات، بعضها لمدة 3 أشهر، بعضها 4 أشهر، بعضها يمتد إلى مدة سنة. كلها لا شك أنها تساهم وتساعد في وجود وفي خلق كوادر كويتية متميزة، ليس فقط في المستويات المتوسطة وإنما حتى المستويات العليا في البنوك الكويتية والمصارف الكويتية التي تعتبر هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الكويتي. معهد الدراسات المصرفية حريص بالتعاون مع أبرز المؤسسات العالمية وأبرز الجامعات مثل جامعة هارفارد وجامعة أنسياد وجامعة لندن سكول اوف ايكونومكس وغيرها من الجامعات للحصول على أفضل المحاضرين وأفضل المدربين، حتى إخواننا وأبنائنا المتدربين والمتدربات يحصلون على أعلى مستوى من التدريب. مجموعة من البرامج خصصها المعهد بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية خضع فيها المشاركون للاختبارات والتدريب العلمي والعملي، وشملت الاقتصاد الإسلامي والتعامل مع العملاء وغيرها من الموضوعات التي تصب في المجال المصرفي والمالي. كورس سبي بي ام شهادة مدير فرع معتمد مدتها تقريبا 6 أشهر. خذنا التعامل مع الموظفين، التعامل كاستمر سيرفيس، سي ار ام، كان مقسم لعدة دورات وايد استفدنا منها، وايد طورت منا وظيفيا. طبعا الدورة كان مدتها 6 شهور مقسمة على عدة برامج، من ضمن البرامج اللي أخذناها هي الاقتصاد الإسلامي وفن التعامل مع العملاء مثلا، وكان في اختبارات وكان في وكان في شروط صارمة في الحضور والانصراف، وكل هذا كان إيجابي في التأكد من إخراج كوكبة ممتازة من مدراء الأفرع في جميع بنوك الكويت. شلون ممكن على طول من أول يوم مباشرة عمل، شلون ممكن أن أنت تطبقين هالشيء اللي تعلمتي من الاستراتيجي ب your role directly؟ فthat was a really really يعني advantage from the course. يطرح بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية هذه البرامج ضمن السعي الاستراتيجي لبناء كوادر وطاقات وطنية قادرة على المساهمة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، وانطلاقا من أهمية القطاع المصرفي كونه من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الكويتي وأكثرها استقرارا. فاطمة العميري لتلفزيون دولة الكويت.